يقول دفعت مبلغ من المال مساهمة في أرض مع مجموعة، ولا أعلم كم تساوي هذه الأرض الآن، ولا أعلم متى ستباع. كيف أزكيها؟ هل أزكيها سنويا أم إذا بيعت أزكيها لسنة واحدة؟ لا لا، تزكيها كل سنة، وتسأل شركائك أو تسأل الدلالين اللي يتولون بيع هذه الأرض، يشترونها ويتولون بيعها، تسألهم عن قيمتها. تسأل الدلالين الذين يتعاملون بالأراضي كم قيمة الأرض عند تمام الحول، تزكي نصيبك منها.